كابتن باسم مستعد انه يلعب مع ثلاثه من مشاهدينا عبر صفحاتنا على الانترنت اللي هيتقدموا، انه يلعبها اونلاين او يلعبها فيس تو فيس. لا ده مكسب كبير جدا. ثلاثه من مشاهدينا من محبي شطرنج. في بقى اي بري ريكويزيتس ولا لا اي حاجه؟ لا يعني لا. انت مثلا هتقول مثلا سن كذا او لا لا اي حد ما فيش مشكله. صغير صغير كبير ولد بنت ما فيش مشكله. على المعاش في الحضانه ما في. الشطرنج من ميزتها ان هي لعبه ما لهاش سن، 5 سنين يلعب، 70 سنة يلعب، ما فيش مشكله. ولد او بنت؟ ولد او بنت طبعا. خليهم 3 ولا 5؟ 5 ما فيش مشكله. انا باسم امين، أعلى مصنف تاريخ مصر والعرب وأفريقيا في الشطرنج. خافش أو خاف شوية يعني. أنا بكلم كل الفانز اللي على صفحة معكم منى الشاذلي، خصوصا لعبة الشطرنج. لو حابب أنك تلعب ماتش شطرنج حقيقي معايا، أنا بعلن أني هلعب 5 لعيبة أن هم يلعبوا معايا، وتكون فرصة أن هم يكسبوا أفضل لاعب في بلدهم. لو شايف إنك قادر على كده أنا مستني. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.